رغم حالة الإغلاق التي تشهدها مدينة الدار البيضاء جراء الارتفاع المقلق في معدل الإصابات بفيروس كورونا، ورغم الحجر الصحي الذي فرضته السلطات لمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره عبر فرض حظر التجول ابتداء من الساعة 10، إلا أن هذا لم يمنع تجارة بيع الهواء من ممارسة نشاطها والعودة إلى واحد من أهم وأعرق شوارع العاصمة الاقتصادية، شارع محمد الخامس. الليل أرخى سدوله على العاصمة الاقتصادية، والساعة تشير الآن إلى 11:15، ومعها بدأت تجارة الليل بالظهور شيئا فشيئا. لم نستطع الاقتراب أكثر، واكتفينا فقط بمعاينة المشاهد الصادمة التي خرقت تدابير الحجر الصحي، وهو ما من شأنه تعريض السلامة العامة للخطر. هنا كل الأماكن متاحة للباحثين عن المتعة السريعة واللذة العابرة، وقضاء هذه الحاجة لم يعد يحتاج لبيت ولا حتى لمكان مقفر، فالسلالم والممرات المظلمة والأزقة التي تضيق ليلا بالسيارات المتوقفة جانبا توفر فضاء رحما لهؤلاء، وبمقابل مادي قد يبدأ ب20 درهما دون أن يتعدى سقف 50، وفي زمن الكورونا. هذه الظاهرة التي تحاول جاهدة أن تكسر حاجز كورونا الذي أصابها بالكساد تراوغ الدوريات ولجان المراقبة الأمنية الليلية لتفادي توقيفها، وهو ما بات يجعل تكثيف الدوريات على هذا الشارع أمرا ملحا في وقت نعيش فيه على إيقاع الارتفاع في عداد الإصابات.